مين بيعلم المتقدمين فن التحطيب؟ متخصصين؟ اللي بيعلم هي الفكره مبنيه اساسا، والمنهج اللي معد بمعيارين باتجاهين. الاتجاه الاول الحطابين القدامى، احنا عندنا في سيد حلمي بنزر، باشمهندس عمران، ومحمد حلمي بنزر اخو سيد حلمي بنزر، دول حطابين في مركز نجاده معروفين ليهم وضعهم، اكتسبوها عن جدودهم الحركات وطريقه المسك والكلام ده كله. احنا جينا خريجي تربيه رياضيه، عملنا منهج بسيط كتبنا فيه المهارات الاساسيه للتحطيب، بدانا فيها نفس كانك بتعلم اي رياضه تانية. مهاره الاحساس، مهاره مسك العصا، ان القبضه بتم كذا، وعملناها طبعا وفق المراحل التعليم بتاعت الطفل، مرحله التعليم المبدئي، مرحله التعليم الجيد، مرحله بعد كده الاليه. قسمنا المهارات ديات على المراحل دي، وبدانا نربط ما بين العلم وما بين الخبره، اللي يعني هم الخبرة عندهم، هم بيتبنوا تدريب التكنيك بتاع اللاعب. احنا بنبدا نعمل لهم برامج لياقة بدنية، وبندي طريقة تعليم سلسة تتناسب مع المعايير العلمية. طيب التدريب على فن التحطيب بياخد وقت قد ايه؟ مدة بالطول ولا بتبقى مدة زمنية قصيرة؟ هي بتختلف طبعا وفقا لقدرات الطفل نفسه، بس احنا حاطين بشكل مبدئي 3 شهور فترة الدراسة الأولى، 3 شهور الأولى دول بيتعلم فيهم الطفل أساسيات التحطيب والتكنيك بتاع اللي هي فترة التعايش اللي لا 6 أسابيع الأولى فترة التعايش دي بيتم من خلال إحنا بنسجل بياناته، طوله ووزنه، كثافة الأنثروبومترية، عناصر اللياقة البدنية الخاصة بيه، قدرات البدنية، النواحي النفسية برضو، الصفات الشخصية نفسه، مصابرة، اللي هو الجلد، التحمل، الشجاعة، كل الحاجات دي بيتم تدوينها في استمارات تبقى خاصه. ال6 أسابيع دي فتره اعداد اللي بيتم قبولهم، بعد كده بياخدوا 3 شهور تانيه. 3 شهور دول هم فتره الدراسه الاساسيه بتاعت المدرسه. بعد ما بيصعد، بعد ما بيجتاز، الاختبارات بتكون كالاتي: اختبارات مهاريه في الـ في الـ في التكنيك وفي المهارات بتاعت التحطيب، اختبارات بدنيه في اللياقه البدنيه وبرامج اللياقه اللي خدها، واختبارات معرفيه في تاريخ التحطيب واصوله والاهداف بتاعته.